إذن بالفعل الوضعية الجوية هي وضعية جوية مستقرة حتى بالنسبة للأيام القليلة القادمة، ولكن هناك مرتفع للضغط الجوي سوف يسيطر على كل حوض البحر الأبيض المتوسط، هو محمل بهواء ساخن أيضا، والهواء الساخن أيضا متواجد في كل مستويات الغلاف الجوي. هذا الوضعية الجوية راح تؤدي إلى ارتفاع محسوس في درجة الحرارة القصوى، ونحن في بداية شهر فبراير. إذن هذه الوضعية الجوية كما ذكرت سوف تؤدي إلى ارتفاع في درجة الحرارة على كل التراب الوطني، ولكن درجة الحرارة راح تكون أكثر ارتفاعا خاصة على المناطق الساحلية للوطن، منها الغربية وكذلك الوسطى غربية للوطن. كما ذكرت هذه الوضعية راح تبقى إن شاء الله إلى غاية يوم الجمعة بإذن الله. فيما يخص يعني باش نقولوا هل هناك رانا في مرحلة جفاف أو لا، مازال مبكر، لأن السنة الفلاحية هي دائما تبتدئ من شهر سبتمبر وتنتهي لغاية شهر ديسمبر القادم، لهذا يعني نروحوا بالعقل. ممكن حتى شاهدنا في سنوات ماضية أن شهر مارس شاهدنا فيه تساقط حتى الثلوج.